بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج هنا العاصمة. طبعا بنتابع معكم أولا بأول ما يحدث من اجتماعات وكلمات للزعماء والقادة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 73، وطبعا هناك النشاط المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا منذ وصول الرئيس إلى نيويورك، أجندة عمل كبيرة أثناء مشاركة الرئيس في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا كان في لقاءات للرئيس عبد الفتاح السيسي من بينها أنطونيو غوتاريس سكرتير عام الأمم المتحدة، واللقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله، وكان في أيضا لقاءات هامة مع قادة أوروبيين، وعلى المستوى الاقتصادي كانت هناك أيضا لقاءات مع رؤساء ومديرين لكبريات الشركات الأمريكية. وطبعا بيتقدم هذه اللقاءات اللقاء الذي جمع عبد الفتاح السيسي مع دونالد ترامب، الرئيسان عقدا اجتماعا، وكان هذا الاجتماع يعني فيه الكثير من التصريحات التي تدعم الأمن والاستقرار كما جاء في كلمات الرئيسين، ومواصلة التعاون المصري الأمريكي المشترك للتصدي للتنظيم الإرهابي بهدف تقويض الإرهاب ومنع وصول الدعم للإرهابيين سواء بالمال أو السلاح أو بالأفراد. وكذلك تم استعراض تطورات جهود مصر للتصدي للإرهاب عسكريا وأمنيا وفكريا. أكد ترامب على ما توليه الإدارة الأمريكية من اهتمام بتعزيز دفع علاقاتها الاستراتيجية مع مصر وتفعيل أطر التعاون ما بين البلدين، وأعرب ترامب عن تطلعه لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل لتسوية الأزمات في الشرق الأوسط، وده في ضوء دور مصر الإقليمي المحوري بما يساهم طبعا في تحقيق الاستقرار والأمن لكافة الشعوب. الرئيس الأمريكي أشاد كذلك بالجهود المصرية الناجحة للتصدي وبحزم وقوة لخطر الإرهاب باعتبارها في طليعة الدول التي تواجه هذا الخطر، وأكد أن مصر تعد شريكا محوريا في الحرب على الإرهاب. أعرب عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية في هذا الصدد، وأكد بسام راضي أنه تم خلال أيضا اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي وسبل زيادة حجم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر. يعني اللقاء أكيد من اللقاءات الهامة التي كانت في أجندة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي. الآن طبعا نحن في انتظار الكلمة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73. طبعا استمعنا لكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريس، استمعنا لها اليوم، كان فيها عدة محاور هامة خاصة أيضا بعملية مكافحة الإرهاب والأحداث في الشرق الأوسط، وكان في الحقيقة تطرق أيضا للمرأة وضرورة الوقوف تجاه كل ما تمر به المرأة من أعمال عنف إلى آخره كما ذكر أنطونيو غوتاريس في كلمته. ذكر أيضا الدول الإفريقية وأهمية التعاون مع الدول الإفريقية ودعم الدول الإفريقية في الفترة القادمة، وأكيد السلام والاستقرار كانت لها المساحة الأبرز في كلمة أنطونيو غوتاريس الأمين العام للأمم المتحدة. تابعنا بعض الكلمات أيضا الخاصة بالرئيس الفرنسي ماكرون الذي أيضا تحدث في ذات السياق عن عملية مكافحة الإرهاب وكذلك كيفية دعم الاستقرار والسلام، وأيضا العمل القائم مع الدول التي تقف أمام الإرهاب والشراكة في هذا الشأن. كان في أيضا كلمة للملك عبد الله العاهل الأردني، وذكر في الكلمة عدة قضايا الحقيقة، من أهم ما ذكره القضية الفلسطينية. وقال الملك عبد الله في كلماته إنه القضية الفلسطينية ليست شأنا عربيا فقط أو فلسطينيا فقط، ما يحدث في فلسطين سينعكس بشكل أو بآخر على العالم، لأن ما يحدث في فلسطين من قبل إسرائيل هو انتهاك للقوانين الدولية
وأيضا هو انتهاك للحقوق الإنسانية. وإذا ما صمت العالم عن هذه الأحداث بالتأكيد سينعكس على العالم، وهي واحدة من القضايا الهامة اللي طرحها طبعا، لأنها القضية الرئيسية بالتأكيد في أي محافل دولية بالنسبة للشرق الأوسط. ذكر أيضا في كلماته ملف الهجرة واللاجئين، وذكر أنه يجب أن يقف العالم في موضوع الهجرة واستضافة اللاجئين وقفة أقوى، لأن الأردن تعاني الآن من استضافة اللاجئين و يعني دخولهم في المجتمع الأردني، كما ذكر العاهل الأردني في كلمته. في كلمة كانت لقطر، الحقيقة كلمة قطر كان فيها عدة نقاط لافتة جدا للانتباه. كانت هذه النقاط يعني تبدو غريبة ومختلفة عن الفعل القطري، بمعنى أن كانت هناك في كلمة قطر حديث عن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، كان في حديث عن أن قطر تلتزم بالمشاركة في كامل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. يعني في الحقيقة قطر تتحدث في كلماتها عن شيء أساسا، بما أنه طبعا بدأ الكلمة بالحصار الاقتصادي على قطر كما ذكر في وعلى حد تعبيره في الكلمة، يعني أساسا المقاطعة العربية جاءت لأن قطر تدعم الإرهاب، فمن باب أولى يعني بتصور أن الحديث عن تعاون مشترك وعن التزام تجاه مكافحة الإرهاب أن يكون هناك التزام تجاه 13 مطلبا التي قدمت لقطر للموافقة عليها من أجل التعاون الحقيقي مع الدول العربية قبل المجتمع الدولي من أجل التعافي والنهوض ومكافحة الإرهاب وكل الأجواء الجميلة اللي ذكرتها الكلمة القطرية. يعني إزاي لا توجد القواعد الأساسية للبناء عليها من أجل مكافحة الإرهاب؟ يعني القواعد الأساسية ألف ب إن إحنا لا ندعم الإرهاب. وتحدث الأمير القطري تميم عن الوقوف أمام تمويل الإرهاب والوقوف أمام دعم الإرهاب وعناصر الإرهاب. يعني في الحقيقة بدت الكلمة غير مفهومة إذا كانت المقاطعة العربية بالأساس بسبب دعم قطر للإرهاب واستضافة قطر للعناصر الإرهابية وتمويل قطر للإرهاب. تحدث الأمير القطري أيضا عن نقطة هامة جدا، وذكر أن من أولويات قطر وأجندة قطر اليمن وما يحدث في اليمن وانتهاك حقوق الإنسانية في اليمن وقتل الأطفال في اليمن. اليمن ما يحدث فيها نتيجة جماعة الحوثي التي طلب منها ولأكثر من مرة أن يتم تسوية النزاع على الأرض ووقف نزيف الدماء بناء على حوار سياسي، وده طبعا تابعناه في دولة الكويت التي استضافت هذه الحوارات، وأيضا المبعوث الأممي السابق والحالي. وفي الحقيقة هذه الجماعة الحوثية المغامرة لم ترضخ لأي مطلب واستمرت في أعمالها. الحوثيين يستمدون العتاد والأسلحة من إيران، إيران التي أيضا تدعمها قطر، وبالتالي هي من الدول الداعمة للإرهاب، وهي لها سبب بشكل أو بآخر في الأحداث ونزيف الدماء على الأراضي اليمنية. فكيف تتحدث الكلمة القطرية اليوم عن الوقوف بجانب القتلى والضحايا والمصابين في اليمن ومحاولة وصول المساعدات الإنسانية؟ ذكر أن المساعدات الإنسانية وعملية وصول المساعدات الإنسانية من أغذية ومن أدوية إلى آخره إلى الأهالي في اليمن واحدة أيضا من اهتمامات قطر. يعني بعد القتل للأطفال والشباب وكثير من الضحايا في اليمن،
نتحدث عن وصول مساعدات إنسانية. طيب ما نوقف القتل أساسا ونوقف عملية تمويل الإرهاب ونرضخ للمطالب المطلوبة من الرباعي العربي وهي كلها تدعم السلام والاستقرار، 13 مطلبا لتعافي الدول التي عانت من الإرهاب، 13 مطلبا لدعم السلام والمجتمعات التي عانت من ويلات الحروب بسبب الإرهاب. تحدث أيضا عن استضافة قطر لمنظمات دولية، هذه المنظمات تعمل على التعاون يعني مساعدة الدول التي عانت من الإرهاب. أي منظمات دولية يتحدث عنها الأمير القطري لاستضافتها؟ يعني كلام يبدو مضحكا، لأن منظمات دولية وعناء ومجهود حتى تبدو قطر بأنها تقف بجانب ضحايا الإرهاب في حين أنها تمول الإرهاب، ويعني بسبب أو بآخر هي لها مساحة كبيرة في أحداث ودماء ونزيف لأطفال ولشباب. تحدث أيضا عن فرص العمل للشباب و الالتزام تجاه الشباب، الشباب الذين راحوا ضحية عمليات إرهابية كثيرة لما كانوا بيدافعوا عن وطنهم ولما كانوا بيمارسوا عملهم. اتركوا الشباب واتركوا الأطفال يعيشوا دون عمليات إرهابية، وشكرا للفرص اللي بتتحدث عنها قطر، فرص عمل وفرص لتعزيز دور الشباب. اتركوهم للحياة أساسا واعطوهم يعني متنفسا بعيدا عن الدماء. في أيضا يعني كلمات نحن في انتظارها للزعماء وللحضور، وطبعا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن في انتظارها، وأول ما هتكون معانا الكاميرا أكيد هتكون معانا على الهواء مباشرة. إلى أخبارنا النهاردة، بعد 48 ساعة من زيارته لأسيوط بيزور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محافظة سوهاج، وبينتقل بعدها لزيارة قنا، وده في جدول أعمال رئاسة الوزراء. من المتوقع أن يرافق رئيس الوزراء وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المحلية والتربية والتعليم والزراعة وسوهاج، أيضا منها هناك القيادات التنفيذية للمحافظة يتقدمهم محافظ سوهاج. ووفقا لما نشر وأفاد به مراسل هنا العاصمة في سوهاج، من المتوقع أنه يتفقد رئيس الوزراء مناطق بعينها في سوهاج الجديدة، وهي مشروع الإسكان وسوق الفاكهة ومحطة مياه الشرب ومدرسة الشروق، كما سيتفقد مقر جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل ومشروع تسمين الدواجن، وأيضا مشروع إنتاج اللحوم والألبان بقرية الدبابات بأخميم. وكذلك هناك بعض الأماكن أيضا اللي هيتفقدها رئيس الوزراء خاصة بأعمال تطوير المستشفيات، وكذلك الوحدات الخاصة بالغسيل الكلوي ومستشفى الهلال للتأمين الصحي في سوهاج، ومشروع توسعة الكورنيش الغربي في سوهاج، وزيارة رئيس الوزراء ووفقا لما هو معلن لا تتضمن المناطق الصناعية الأربعة في سوهاج وهي الكوثر وغرب جرجة وغرب طهطة. وفي مناطق أيضا صناعية الحقيقة بتعاني مشكلات، ويعني المشكلات بيحاولوا أكيد الوقوف على أسبابها، وأكيد هيكون في نظرة من قبل رئاسة الوزراء في إطار هذه الزيارة لها. في قنا أيضا اللي بيزورها رئيس الوزراء، من المتوقع أنه يتفقد قنا الجديدة وعددا من المشروعات فيها ومحطة مياه الشرب ومدرسة المتفوقين والمدرسة اليابانية في منطقة المساكن. يعني الحقيقة احنا حاولنا ان احنا نستطلع سريعا جولة رئيس الوزراء في إطار اهتمام الدولة بصعيد مصر والمشروعات التنموية اللي موجودة في سوهاج تحديدا. والحقيقة أنه زيارة رئيس الوزراء لأسيوط وسوهاج وقنا لها دلالات كبيرة على التزام الحكومة لتنمية الصعيد والنظر لها بشكل جديد وبشكل مختلف لم يكن موجودا من قبل. المحافظات هي الأكثر فقرا في مصر وفيها معاناة من الكثير
من الأمور الحياتية، الأغذية، الصحة، مياه الشرب، استعرضناها مع حضراتكم. وبالتالي هناك وقفة من الدولة لبحث ما يتم من أجل وجود حياة كريمة للأهالي في الصعيد، وأيضا التنمية في صعيد مصر. معانا للمزيد من يعني معلومات والتفاصيل عن الزيارة محمود مقبول، مراسل هنا العاصمة في سوهاج. برحب بيك يا محمود. احنا الحقيقة ذكرنا أجندة العمل الخاصة برئاسة الوزراء في صعيد مصر وتحديدا في سوهاج سريعا، ويعني حاولنا ان احنا نستطلع أهم ما جاء فيها. ايه المعلومات اللي عندك يا محمود؟ إن شاء الله طبعا استكمالا لجولات السيد رئيس مجلس الوزراء التي بدأها بالأمس في محافظة أسيوط، غدا زيارة متوقعة لرئيس مجلس الوزراء لمحافظة سوهاج. هذه الزيارة تعتبر الأولى له كرئيس مجلس وزراء، لكن سبقت له زيارة قبل ذلك عندما كان يشغل حقيبة الإسكان قبل ذلك. تبدأ الزيارة غدا إن شاء الله بتفقد مدينة سوهاج الجديدة التي تقع في مدينة الكوامل لتفقد الإسكان الاجتماعي هناك. بعدها يستكمل الوزير والمرافقين له الجولة في المدينة وتفقد جامعة سوهاج الجديدة التي تكلفت حوالي 1 مليار جنيه كمرحلة أولى على مساحة 500 فدان. هناك أيضا تستكمل بعد ذلك الجولة في مدرسة الشروق، وهي أحد المدارس الخاصة باللغات التابعة للتربية والتعليم. يعني اتفضل يا محمود. ويستكمل برضو السيد الوزير جولاته داخل مدينة سوهاج الجديدة بتفقد محطة لمياه الشرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من تنفيذها، والسوق التجاري الكبير الذي يحوي عدد كبير جدا من المحلات الخاصة بالبائعين للخضار والفاكهة. طيب ممكن أعرف إيه ردود الأفعال، الأجواء المحيطة بالزيارة، أصداء الزيارة في سوهاج؟ هل كان في لقاءات يعني ولو على سبيل الحوار السريع مع رئيس الوزراء والوفد المرافق ليه؟ هل كان في طلبات قدمت ليه؟ الزيارة ستكون غدا، لكن هناك كان تحضير للزيارة. محافظ سوهاج قام بجولة تفقدية تسبق هذه الزيارة، زار المدينة سوهاج الجديدة، تفقد بعض المنشآت التي سوف يقوم دولة رئيس الوزراء بتفقدها غدا، زار المبنى الجامعة. لكن الجديد هنا في الزيارة أن طب اتفضل قول لي الجديد في الزيارة، وقول لي ايه اللي تم في لقاء المحافظ بالأهالي برضو كرد فعل وكاستعداد لزيارة مصطفى مدبولي. نبدأ بردود الأفعال. بالنسبة لزيارة محافظ سوهاج، يوم الجمعة الماضي قام المحافظ بأداء صلاة الجمعة في مدينة سوهاج الجديدة، التقى بعدد من الأهالي، استمع لمطالبهم والتي كانت تتعلق بتشغيل المدرسة الحكومية وتشغيل رياض الأطفال وحل مشكلة ضعف المياه الموجودة بالمنطقة. بعدها قام بزيارة السوق التجاري الموجود داخل المدينة الجديدة للتعرف على أهم المشاكل وعدم تشغيله حتى الآن. بعدها قام المحافظ بعد أن جمع كل هذه المعلومات ومن خلال لقاءاته بالأهالي، وذهب إلى ديوان عام المحافظة وعقد اجتماعا بالتنفيذيين لوضع حلول سريعة. أظن هذه الحلول سوف تطرح، أو هذه المشكلة سوف تطرح أمام رئيس الوزراء وسوف يتم طرح الحلول لمناقشتها. أما بالنسبة الجديد في الزيارة، زيارة رئيس مجلس الوزراء، سوف يذهب رئيس مجلس الوزراء إلى مشروعين هامين جدا في سوهاج ترجع تاريخهم سنة 1984، وهو مشروع إنتاج الألبان بالمحافظة واللحوم ومشروع تسمين الدواجن. هنا المشروعين دول عانوا كثيرا جدا وتعاقبت عليهم القيادات، لكن هناك عثرات تواجه هذين المشروعين. بعض المعلومات كانت قد وصلتني ان هناك مقترح من محافظ سوهاج سوف يقوم بتقديمه لعمل شراكة مع الجهات الحكومية لإعادة وإحياء هذا المشروع الذي يوجد على مساحات كبيرة،
مثلا مشروع تسمين الدواجن كان ينتج 5000 بيضة يوميا، ومعامل تفريخ تعمل على أعلى مستوى، الإنتاج يغطي محافظة سوهاج، بل كمان إن هو مش محافظة سوهاج فقط، لا ده بيجي بعض التجار من محافظات مثل المنصورة وأسيوط وسوهاج للحصول على كتاكيت التفريخ من هذا المكان. قول لي يا محمود، هل في أماكن كان يعني متوقع أنها تكون في الأجندة في الزيارة؟ هذه الأماكن هي كانت المقترحة، لكن بعض المستثمرين وبعض الأهالي في سوهاج كانوا ينتظروا أن يتم وضع بعض المناطق الهامة زي المناطق الصناعية الأربعة على خريطة الزيارة، خاصة أن هذه المناطق تكلفت أكثر من 1 مليار جنيه، لكن هناك فيها مشاكل عدة زي المنطقة الصناعية بالكوثر، والمنطقة الصناعية بغرب طهطة، والمنطقة الصناعية بغرب جرجة، ودول من أكبر 3 مناطق صناعية موجودة في الصعيد. هذه المناطق لها أهمية كبيرة، هناك مصانع كثيرة جدا فيها، لكن بعضها أو الغالبية العظمى منها متعثر ولا تعمل، تحتاج إلى أمور عدة من مرافق، من توصيل الغاز الطبيعي، من توصيل المياه، من ترفيق. هذه كانت من ضمن مطالب الجماهير. هناك أيضا في زيارة رئيس مجلس الوزراء غدا مشروع مهم، وهو مشروع تطوير الكورنيش الغربي الموجود على ضفاف النيل في مدينة سوهاج. هذا المشروع الذي أصبح عمره الآن 3 سنوات ولم ينتهي حتى الآن، وكان من أولويات محافظ سوهاج عندما أتى أول يوم تقدمه محافظة سوهاج، قام بتفقد الكورنيش، وبيحاول بشتى الطرق الآن السعي جاهدا لحل أزمة طريق الكورنيش الذي أصبح عائقا في حركة المواصلات ويسبب تكدسا مروريا. هذا المشروع إذا تم وانتهى في الوقت المحدد له سوف يخلق فرص عمل كبيرة، سوف يحول سوهاج، خاصة أنه سيكون عدد كبير جدا من المحلات، ما يقرب من 200 محل تجاري موجودين أمام نهر النيل مباشرة على عمق 8 أمتار من سطح الأرض، سيتم الاستفادة من الكورنيش، خاصة أن سوهاج لديها كورنيش كبير جدا لكن لا توجد استفادة منه بالشكل الكافي مثل ما يحدث في المحافظات الأخرى. شكرا جزيلا يا محمود على المعلومات عن زيارة رئيس الوزراء لسوهاج غدا، وفي زيارة طبعا أيضا لإنا، وجدول أعمال يعني لزيارة الصعيد والمشروعات اللي بتتم فيها أكيد مباشرتها ومتابعتها وتنفيذها على الأرض هي من أهم أهداف الزيارة. جدير بالذكر هنا انه الرئيس السيسي يعني زار سوهاج، ومن ابرز ما تم في الزيارة افتتاح متحف سوهاج القومي، المتحف الذي يعني كان انشطته واعماله توقفت لسنوات طويلة، وفي النهاية المتحف عاد مرة اخرى لرونقه ولتألقه. وطبعا بيعول على هذا المتحف في فتح ابواب السياحه مره اخرى، لانه المتحف استعرضناه يعني وقت افتتاحه من قبل السيد الرئيس، يعني في الكثير من الجوانب البارزه والهامه على المستوى التاريخي، وايضا مساحه شاسعه، واكيد المتحف يعني من ابرز سوهاج، ابرز ما يوجد الان في سوهاج في الفتره الحاليه. معايا دلوقتي على التليفون مصطفى سالم وكيل لجنه الخطه والموازنه. برحب بحضرتك سيادة النائب، والنهاردة وإحنا بنتكلم عن سوهاج واستعدادها لزيارة رئيس الوزراء غدا، إيه أهم ما ترونه في الزيارة؟ إيه اللي مطلوب من هذه الزيارة؟ يعني أهم المطالب اللي بيطالب بيها أبناء محافظة سوهاج ونواب محافظة سوهاج من السيد رئيس الوزراء ومن الحكومة، هو إنشاء مشروعات جديدة لخلق فرص عمل جديدة وإحداث نوع من التنمية الحقيقية لخلق فرص العمل على أرض الواقع، خاصة أن محافظة سوهاج أصبحت من المحافظات الطاردة للسكان نتيجة عدم توفر فرص العمل. كنا قد التقينا بالسيد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق منذ حوالي أكثر من 2 سنين، وطلبنا منه مجموعة كبيرة من المطالب، ومع الحكومة خلال الفترة الماضية
نجدد هذه المطالب ايضا من الدكتور مصطفى الدولي خلال زيارته غدا لمحافظه سوهاج، الالتزام بالمناطق الصناعيه ومحافظه سوهاج وخلق بيئه مناسبه لجذب استثمار وانشاء عدد من المشروعات الصناعيه الكبرى التي تستوعب عدد من الالاف من المناطق الصناعيه طيب استاذ محمود، استاذ مصطفى، يعني حضرتك كنائب يعني بيعول عليك كتير من الاهالي على حل مشكلتهم، خاصه انه نسب الفقر في سوهاج في اسيوط يعني وصلت 66%، هم في المرتبه الاولى، وبعدهم بتيجي هنا بنسبه فقر 58%، ودي احصاءات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء في 2016. ايه أهم المطالب يعني كنائب كصوت للأهالي وصوت للناس اللي حضرتك هتضعها في أولوياتك؟ زي ما أنا بشرح لحضرتك، الاهتمام بالمناطق الصناعية وإنشاء عدد من الصناعات الكبرى التي تستوعب عدد كبير من العمال مثل مدينة الأساس في المنطقة الصناعية بغرب القحطة، والتي قد تؤدي إلى خلق حوالي 5000 فرص عمل. تم بالفعل يعني تخصيص 190 مليون جنيه من البنك الدولي، من قرض البنك الدولي الاهلي، لكن لم يتم البدء فيه حتى الان. هناك عدد كبير من المشروعات التي تم تخصيص اعتمادات لها من قرض البنك الدولي الذي خصص لمحافظتي سوهاج وقنا ب 500 مليون دولار منذ اكثر من عام ونصف، ولكن كثرت الاجتماعات ما بين المحافظين والوزراء واللجان لم يتم تحقيق الهدف منه حتى الآن، نسب التنفيذ فيه ضعيفة. سنطلب من رئيس الوزراء الدفع سريعا بتنفيذ عدد من المشروعات، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، كنا قد طلبنا بإنشاء طريق سوهاج الذي يربط بين محافظتي سوهاج والوادي الجديد لخلق يعني ظهير زراعي جديد وخلق مدن سكنية جديدة، أيضا طريق الصعيد البحر الأحمر والذي تستفيد محافظة سوهاج منه بجزء كبير، كان من المخطط له عند إنشاؤه إنشاء عدد من المدن السكنية والسياحية والصناعية، هذا لم يتم تنفيذه حتى الآن. العمل يتم ببطء شديد في ازدواج طريق سوهاج أسيوط، سيترتب على ذلك العديد من الحوادث. أيضا لابد من إعادة يعني عودة الدولة مرة أخرى لإنشاء عدد من الصناعات المتعلقة بالزراعة، كان سوهاج يوجد بها مصنع البصل والذي كان يصدر إلى عدد من الدول الخارجية وروسيا، هذا المصنع قرب من يعني بفعل فاعل منذ حوالي 10 سنوات وتم بيعه وتم غلقه، لابد على الدولة أن تعود أيضا لإحياء الصناعات المتعلقة بالصناعة الغزل والنسيج والبصل. مطار سوهاج، أهل سوهاج بيشكو يعني مر الشكوى من عدم وجود يعني نقل للجسامين بمطار محافظة سوهاج، وأبناء سوهاج بعشرات الآلاف في المدن الخارجية، يعني نقول لك أن الجسامين تصل إلى مطار القاهرة والأقصر ويتم نقلها لمحافظة سوهاج، لماذا رغم فتح المطار منذ أكثر من 8 سنوات لا يتم تفعيل هذه الخدمة، لا يوجد استراحات ملائمة؟ طيب يعني هي دي أهم المشكلات، ويعني بشكر حضرتك على طرحها عندنا، أكيد هيبقى لها يعني قبول أو رد فعل في زيارة رئيس الوزراء غدا. شكرا سيادة النائب مصطفى سالم، شكرا لحضرتك. معانا من هنا وائل محمد زميلنا من اليوم السابع، برحب بيك يا وائل. ويعني الزيارة لسوهاج ولقنا، إيه آخر الأخبار في إنا والاستعدادات؟ والله هو طبعا زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة إنا دي تعتبر بمثابة شيء كبير وحاجة كنا نفتقدها في السنوات اللي قبل كده. طبعا زيارات رئيس الوزراء دي بتعطي رسالة خاصة من الحكومة أو بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إن محافظات الصعيد حاليا دلوقتي موجودة في القلب، وإن محافظات الصعيد موجودة على جنة الحكومة. ده طبعا عن طريق ضخ المزيد من المشروعات التي تخلق فرص عمل وتساهم في زيادة الاستثمارات
في الصعيد. زيارة الدكتور مصطفى مدبولي ستشهد تفقد العديد من المشروعات، أهمها زيارة مدينة غرب قنا، ودي إحدى المدن الجديدة الموجودة في محافظة قنا، وطبعا هيقوم بزيارة قرية المراجدة ولقاء مع عدد من أهالي القرية المستفيدين من منحة الرئيس، والبالغ عددهم 978 مستفيد من بإجمالي 2445 فدان اللي تم منحهم من قبل الرئيس لأهالي قرية المراجدة. طبعا احنا نتمنى ان تتكرر زيارات رئيس الوزراء، وده طبعا بيدي انطباع جميل لأهالي محافظة ان الدولة موجودة معاهم في قلب الحدث يعني. في اي مطالب من الاهالي موضوع بعينه يعني، مستنيين المسؤولين يلتفتوا وينتبهوا ليه، بيعانوا منه؟ والله انا بخص طبعا مشكله قريه اهالي المراجده اللي طبعا الرئيس وعدهم بمنحه الارض دي. الاهالي طبعا عبروا عن مشكله كبيره، هي قصه الابار اللي بيتم انشائها، خاصه ان هم ما عندهمش مقدره او استطاعه على انشاء الابار التي تتكلف مبالغ مئات الالاف. طبعا الاراضي اللي هم اخذوها منحه من الحكومه بتحتاج ميه عشان خاطر نقدر نزرع الارض الموجوده في الصحراء دي، فطبعا دي مشكله لحد الان بتواجه المزارعين في قريه المراجده، وهم يعني بيتمنوا ان مطالب الرئيس يعني زي ما قال ان الارض دي هتكون جاهزه وهتكون صالحه وهتكون الميه متوصله اليوم، لكن هم لحد الان شايفين ان في مشكله في قصه توصيل المياه لاراضي المراجده. نتمنى طبعا في زياره رئيس الوزراء ان يكون في حل لاهالي قريه المراجده والمستفيدين من منحه الرئيس السيسي ان شاء الله. ان شاء الله. هو اهم هدف، احنا استعرضنا كل شيء تقريبا خاص بزياره رئيس الوزراء، اهم هدف في الزياره طبعا استطلاع المشروعات التنمويه وكل ما تم العمل فيه، لكن مطالب الاهالي اكيد دايما ليها المقام الاول، واكيد ليها مساحه كبيره في اجنده زيارات المسؤولين، وده شفناه في زيارات سابقه للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس الوزراء وللمسؤولين، انه لما بيكون في مطلب من احد الاهالي الحقيقة بيتم الوقوف عليه فورا. بشكرك جدا طبعا قبل ما استكمل حديثي وائل محمد زميلنا من اليوم السابع في قنا على استطلاع المعلومات والتفاصيل الخاصة بزيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لقنا. احنا استعرضنا طبعا الزيارة في سوهاج ولقنا، هرجع واقول طبعا انه من اهم الاهداف الناس المشكلة اللي بيعانوا منها، يعني مثلا ذكرنا مع سيادة النائب في سوهاج انه مشكلة الجثامين وخروجها من المطار ووصولها في لسوهاج طبعا واضح انها واحدة من المشكلات اللي بيعاني منها الاهالي، واكيد كل المشكلات اللي من هذا القبيل هتكون في يعني اطار العمل والاجندة الخاصة بالزيارة. عايزين كمان يعني واحنا بنتكلم عن أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، استقبل، عايزين نستطلع ما حدث في استقباله لوكيلاء البرلمان السيد الشريف وسليمان وهدان ورؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، وكل ده حضر يعني معاهم في الوزراء أكيد عدد من الوزراء، وكان في طبعا يعني موضوعات خاصة بسبل التعاون ما بين الحكومة وما بين المجلس. معانا دلوقتي على التليفون السيد الشريف وكيل مجلس النواب، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا يا استاذ ايمان. اهلا وسهلا بحضرتك، معاك ريهام يا فندم، ويعني عايزه استطلع، اهلا بيك، عايزه استطلع مع حضرتك ما تم وما حدث وابرز هذا اللقاء، ابرز عناوين هذا اللقاء. حقيقه هو في مبادره طيبه من الدكتور مهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اطار يعني توطيد العلاقه بين المؤسسه التشريعيه والتنفيذيه. وبدايه ان شاء الله قريبا في اول الشهر هيكون في بدايه للدور الرابع في الفصل التشريعي داخل مجلس النواب. في اطار هذا الامر كان في دعوه منه لرؤساء الهيئات البرلمانيه في داخل المجلس، وكذلك في حضوري وحضور معالي مستشار الوزير عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، تم مناقشه العديد من الموضوعات اللي هي
سادة الزملاء رؤساء الهيئات البرلمانية، وأيضا رد عليها رئيس مجلس الوزراء، وكان هناك إطار للتعاون لحل مشاكل الدوائر الخلية من طلبات، سواء بالنسبة لبعض المشروعات العامة اللي هي الصرف الصحي وأمياد الشرب وبعض الأمور اللي تتعلق بتهيئة المناخ المناسب في العلاقة ما بين أكثر الزملاء النواب لخدمة دوائرهم، وكذلك في إطار أن الدور الرابع حيكون أجندة تشريعية كبيرة جدا تحتاج إلى أن يكون هناك توافق ما بين أكثر الزملاء النواب لإعطائها الأولوية. كذلك تم مناقشة أن إحنا عايزين نشعر على الأرض في الإصلاحات الاقتصادية اللي تمت، بأن المواطن يشعر البسيط يشعر بها، ولذلك كان هناك يعني بعض الإجراءات فعلا من رئيس مجلس الوزراء خاصة بالأسعار وضبط الأسعار، وهناك اتفاق على توسيع منافذ البيع لكل المحافظات وليس في العواصم المحافظات فقط، ولكن على جميع المستويات في التجمعات السكنية. وصول المنتج من المنتج أو المصنع أو الأراضي الزراعية تزرع إلى يد المستهلك مباشرة، لأن فعلا المشكلة ليست في التضخم أو زيادة الأسعار الطبيعية، لا، زيادة غير طبيعية نتيجة أن هناك وسائط وسيط أكثر. والحقيقة كمان في نقطة تانية مهمة، وهي التعاون ما بين الجهتين يا فندم لبحث الأجندة التشريعية للحكومة، يعني عملية التنسيق والمتابعة ما بين المجلس وما بين الحكومة، حضرتك ذكرتها في سياق الحديث، هل يعني كان في تفاصيل أكتر بشأن عملية المتابعة ما بين الجهتين وعملية التنسيق لتنفيذ الكثير من الأمور اللي يتم طرحها؟ احنا فقدنا التواصل. بشكر وكيل مجلس النواب السيد الشريف، يعني هنحاول ان احنا نتواصل معاه مرة تانية. اكيد التنسيق ما بين المجلس وما بين الحكومة مجلس النواب واحدة من اهم القضايا لحل مشكلات كثيرة بيواجهها المجلس، واحيانا بيبقى عندهم طبعا تحفظات على عمل الوزراء. بينضم لينا مرة تانية، تواصلنا مع حضرتك يا فندم مرة تانية. يعني لو كنت حضرتك سمعت سؤالي في الاتصال السابق، الأجندة التشريعية للحكومة وتنفيذها وعملية التنسيق ما بين الجهتين المجلس والحكومة طبعا. فقدنا التواصل مرة تانية. طيب احنا حاولنا ان احنا نكمل يعني الحديث مع حضرتك السيد الشريف وكيل مجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وعلى اطلاعنا على ما تم في اللقاء ما بين رئيس مجلس الوزراء وما بين وكيلي مجلس النواب، وده كان بحضور عدد من الوزراء. الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة استقبلت الفنان العالمي أوين ويلسون، وأوين ويلسون طبعا فنان غني عن التعريف، حائز على جائزة جولدن جلوب وليه أفلام كتيرة جدا مشهورة مع جاكي شان، بن ستيلر، أفلام كتيرة يعني استمتعنا بيها. هو ليس ممثلا فقط، هو كاتب كمان، وطبعا حياته كانت تحت الأضواء لفترة طويلة، خاصة لما بعد عن الساحة الفنية وقالوا أنه عنده اكتئاب إلى آخره، وعاد بقوة مرة تانية، فنان مبدع في أدواره. الدكتورة رانيا المشاط النهاردة أخذت أوين ويلسون في جولة رائعة، لأنه الجولة كانت في شوارع القاهرة القديمة العريقة وزار خان الخليلي. الصور اللي معانا دي الحقيقة صور لها مساحة كبيرة جدا على السوشيال ميديا، صور جميلة جدا لمصر، لأنه منبهر براقص التنورة. ويعني ويلسون زي ما احنا شايفين
في الصور اللي كانت معانا دلوقتي يعني ملامحه بتقول انه قضى وقت رائع في خان الخليلي، خاصة مع راقص التنورة في الحي الأثري الشهير. الصور جميلة، الصور أكيد هيتم توظيفها لصالح السياحة المصرية. أوين ويلسون الممثل الأمريكي أخذ لمحة عن القاهرة القديمة، وكان في خان الخليلي النهاردة ضيف عزيز عليه، والوزيرة قالت أنه أوين ويلسون استمتع جدا بزيارة خان الخليلي. والحقيقة الصور بتتكلم عن نفسها، وأكيد هيكون في مهرجان الجونة السينمائي. كانت معنا بشرة قبل كده قبل ما المهرجان يبدأ في إطار تغطيتنا ومتابعتنا لمهرجان الجونة، وقالت أنه هو من أهم ضيوف المهرجان. النهاردة هو وصل مصر، وأكيد هيكون من ضيوف مهرجان الجونة، هيبقى في معاه حلقة نقاشية أيضا عن أعماله وعن كل ما قدمه في السينما وعن زيارته أكيد كمان لمصر وزيارته لخان الخليلي تحديدا. وجود ويلسون عندنا النهاردة في مصر، وجود الصور الجميلة دي، وجوده جنب راقص التنورة وانبهاره به زي ما شفنا في الصورة، وزي ما جاء أيضا على لسان الوزيرة وهي بتتحدث عن هذه الزيارة، وقالت أنه كان في غاية السعادة وهو في خان الخليلي وبيستطلع القاهرة القديمة. أكيد كل ده ممكن أنه يفتح أبواب ومنافذ جديدة لجذب السياحة. يعني ممثل أمريكي بهذا القدر وبهذا الحجم أكيد وجوده بيعني رسائل كثيرة، أولها الأمان، وأنه مصر بتعيش حالة من الاستقرار، حالة من السلام. هو موجود في واحدة من أهم الأماكن الأثرية والمزدحمة. إحنا عارفين طبعا يعني إيه خان الخليلي. خان الخليلي مكان مبهر وأسواق رائعة، وبيعكس حضارتنا وتاريخنا، وبيعكس كمان جمال وطيبة أهلنا، وفي نفس الوقت كمان هو في ازدحام وفي القهاوي الشهيرة لخان الخليلي. كان موجود عادي جدا وبيتحرك بأريحية شديدة جدا، حتى يعني مع وزيرة السياحة المسؤولين موجودين، وده كان بيتم بشكل طبيعي جدا وسط بهجة وسعادة أكيد من الأهالي الطيبين في خان الخليلي اللي بيتبسطوا بالزيارات المهمة اللي بتجيلهم من الخارج، وعارفين قدرها وعارفين قيمتها، وبيحرصوا تماما ان هم يقدموا افضل ما عندهم لمساندة البلد والقطاع السياحي تحديدا كقطاع تكبد الكثير من الخسائر في السنوات الماضية. اكيد التسويق والترويج وتوظيف واستثمار هذه الصور هتكون مهمة جدا للقطاع السياحي. وهنشوف بقى تعليقات طبعا ويلسون عن الزيارة في الحوارات اللي هتتم معاه، والحلقة النقاشية اللي تحدثت عنها بشرة في اتصال هاتفي معانا في هنا العاصمة، اللي هيتكلموا فيها عن أعماله وعن كمان زيارته لمصر وانعكاس الزيارة دي عليه ازاي وانطباعاته شكلها ايه. وان كانت انطباعات ويلسون باينة من الصور انه طبعا يعني كان مستمتع برحلته في خان الخليلي وجولته التفقدية. احنا اخبارنا خلصت، ولازلنا في انتظار كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي امام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73. خليكم معانا، هنستطلع اهم ما جاء في هذه الاجتماعات واهم الكلمات وما جاء فيها، ايضا هنقرأها مع حضراتكم. الدول اللي كانت بتتحدث عن الارهاب وعن وقف دعم الارهاب كقطر على سبيل المثال، ازاي الناس قرتها، زي المحللين السياسيين تابعوها، وهي طبعا من أهم الدول اللي بترعى وتدعم الإرهاب واللي بتستضيف العناصر الإرهابية، العناصر الخارجة عن القانون اللي مطلوبة في بلدها وفي وطنها عشان تتحاكم لأنها قامت بأعمال إرهابية وقتل وعنف، علشان تتحاكم على أعمالها السودة الحقيقة، إلا أنها مش موجودة بسبب استضافة قطر
ليها. هنشوف طبعا ازاي القارئين للمشهد السياسي ولاجتماعات الجمعية العامة تابعوا هذه الكلمات، كلمة إيران، كلمة قطر، كلمة الأردن، كلمات كثيرة، كلمة فرنسا، كلمة ترامب. هنشوف ما هو أيضا المتوقع من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه الكلمة المنتظرة واللي أكيد أول ما تكون يعني في هذه الاجتماعات هتكون معنا على الهواء مباشرة من هناك. خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. قبل ما نبدأ الحديث في أي شيء ونستكمل حوارنا اللي بنتابع من خلاله من منذ بداية الحلقة الحقيقة الأحداث في نيويورك واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، يجب أن ننعى الدكتور جلال أمين الكاتب والمفكر الكبير الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 83 عاما. الدكتور جلال أمين حاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية وسام الاستحقاق للعلوم والفنون، جائزة الدولة للاقتصاد، العديد من الجوائز الأخرى في مصر وعلى المستوى العربي أيضا. الدكتور جلال أمين لي الكثير من المؤلفات طبعا باللغة العربية باللغة الإنجليزية، المؤلفات دي كانت بتتطرق للأحوال على المستوى السياسي، الأحوال على المستوى الاقتصادي، عن أحوال المصريين، كان بيكتب عن الشعب، عن المجتمع، عن كل الظروف المحيطة به وعن كل المتغيرات اللي طرأت عليه. ماذا حدث للمصريين من أشهر كمان مؤلفاته الحقيقة الممتعة جدا في هذا الشأن، اتكلم عن التغير الثقافي للمجتمع المصري، اتكلم عن التغير الاجتماعي في للمجتمع المصري وحياة المصريين خلال التسعينيات تحديدا. ويعني الحقيقة جلال أمين النهاردة يعني وإحنا بنتحدث عنه إحنا فقدنا برحيله قامة كبيرة جدا في المجال الأدبي، رحم الله الدكتور جلال أمين. وفي نفس الوقت طبعا أكيد خالص التعازي لأسرة الكاتب والمفكر الاقتصادي والأبرز تقريبا في الوطن العربي، مفكر وكاتب قدم وأثرى الساحة الأدبية والاقتصادية بالكثير من مؤلفاته. هبدأ حواري مع حضراتكم وسريعا واللي بينضم لينا دلوقتي. كان في كلمات لعدد من الزعماء على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي في الاجتماعات العامة للأمم المتحدة واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والكلمات دي طبعا كان فيها الكثير من التصريحات وما بين السطور اللي هنقرأه مع حضراتكم الآن، ذكرنا بعضها في بداية حلقة وهنستكملها مع حضراتكم ونحن ننتظر كلمة الرئيس السيسي في هذه الاجتماعات. وهنشوف بقى ما جاء في هذه الكلمات بعيون ضيفتنا الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية الجامعة الأمريكية. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بك أستاذ ريهام، يعني سعيدة أني أكون معك وسعيدة أني أكون في سي بي سي، واسمحي لي أنا كمان أنعي أستاذي الدكتور جلال أمين وأفكر الناس أن احنا كلنا بننعي لأنه ساب بصمة. أنا جلست في قاعة العلم مدرس لي الدكتور جلال أمين، في ناس كان اتعلموا من كتبه بس أنا كان ليا شرف أن اتعلم من كتبه ومن شخصه ومن إنسانيته الله يرحمه. مصر فقدت قيمة مهمة، الاقتراب من الأساتذة دول يعني في حياتهم بيبقى شيء مضيف جدا للشخصية وبيبقى فيه مواقف ومراحل لا تنسى أبدا. علمنا تبسيط العلم، أن العلم مش معاناة بالعكس سعادة الله يرحمه. الله يرحمه ويلهم أسرته الصبر والسلوان، وخالص التعازي لأسرة الدكتور جلال أمين الكاتب والمفكر الاقتصادي الكبير والأبرز في الوطن العربي. دكتور نهى، النهاردة يعني في بداية الحلقة استطلعت بعض ما جاء في الكلمات النهاردة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، وتقريبا اشتركت الكلمات في مكافحة الإرهاب والتصدي للإرهاب وتمويله ودعمه وكل الأمور اللي احنا يعني بنتحدث فيها من سنوات، خاصة انه السنوات الأخيرة عانينا ما عانيناه بسبب الإرهاب، ومصر يمكن تصدت وبقوة وبحسم للإرهاب، وده ما أشار لي ترامب في لقائه مع الرئيس السيسي. ايه الملفات اللي حضرتك شايفاها اشتركت فيها الكلمات أيضا وما لفت انتباهك؟ الحقيقة لفت انتباهي طبعا انه القضايا الأساسية هي الإرهاب، وده يقلقني
يقلقني لأنه دوت حيد قضايا أخرى، يعني في قضايا أخرى مهمة تتسبب في الإرهاب أو تسبب في أن يتشدد البعض ويذهب إلى الإرهاب، لكن الحقيقة لم يتم تناولها. يمكن تناولها الرئيس السيسي في حديثه أو في خطابه في ذكرى مانديلا أو الاحتفالية اللي اتعملت لنيلسون مانديلا، لما اتكلم على أهمية الاهتمام بالمرأة وبالشباب وأهمية التنمية وأهمية دعم أفريقيا، وده كان كلام مهم جدا. المهم لو زي ما حضرتك بتقولي، لو حللنا الخطوط العريضة فيما قيل في الإرهاب ورجعنا لخطاب السيد الرئيس في الدورة اللي فاتت، في الدورة 72، وهو ذكر استراتيجية مصر بوضوح السنة اللي فاتت في مكافحة الإرهاب، وذكر أهمية تكفيف منابع الإرهاب من الأموال ومن البشر، ذكر أهمية أن لا يكون الحل هو العلاج الأمني فقط، ولكن يجب أن يتبعه التنمية واحترام البشر واحترام الإنسان وتغيير الخطاب الديني وكل الحاجات دي. الحقيقة أنه لو رجعتي النهاردة الخطاب الخطب الأخرى هتلاقي أنه الخطب الأخرى الآن أدركت أهمية ذلك. حتى القضية السورية لو رجعتي الخطب الأخرى هتلاقي أن العالم بينتهج الآن ما قالته مصر على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية وأهمية أنه نترك للشعب السوري أن يختار قراره. ما كانش ده الوضع قبل كده. أعتقد ده بيجي لأنه مصر عندها رؤية وعندها دبلوماسية عتيقة وعندها فكر، وده اللي بيخلي مصر مهمة وليها ثقل ورمانة ميزان في المنطقة. حضرتك ذكرتي المرأة، الحقيقة النهاردة كمان كانت المرأة بارزة في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريس، ذكر دور المرأة، ذكر تعرض المرأة للعنف، وأن الكثير من الدول يجب أن يتم النظر إلى تردي وتراجع حال المرأة فيها، وهي فعلا كانت واحدة من الملفات الهامة اللي تم التأكيد عليها بالأمس واليوم. يعني إذا ما تحدثنا عن كلمة ترامب، كان فيها رسائل كتيرة جدا موجهة لدول الشرق الأوسط ولإيران، والرسائل دي الحقيقة تم الرد عليها من قبل روحاني في كلمته، وكانت تقريبا الكلمة موجهة للولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي قال أنه لن يسمح لدولة كإيران بتهديد الولايات المتحدة وأن توجه صواريخها لأي مكان على وجه الأرض، وذكر أن الولايات المتحدة تعمل مع دول الخليج والأردن ومصر لإقامة تحالف استراتيجي إقليمي، وقال أنه بلاده تعمل مع دول الخليج والأردن ومصر أيضا لإعادة الاستقرار للشرق الأوسط. طيب يعني كيف رأيتي الكلمة ما بين ترامب وما بين روحاني اللي قال أنه الولايات المتحدة الأمريكية تهدد إيران، وقال شيء غريب برضو أنه فيما معناه العين بالعين والسن بالسن حينما قال الانتهاك بالانتهاك والتهديد بالتهديد. هذا هو التوجه الإيراني، وهذا هو نوعية الخطاب الإيراني، كان دائما كذلك. الحقيقة أنه خروج ترامب أو خروج أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية 5+1 أثار غضبا شديدا داخل إيران، واستمرار مهاجمة ترامب وتوجهه إلى المهاجمة بشدة لإيران. أنا مع احترامي وإدراكي لأهمية يعني أن يتم أن تنتهك إيران يعني سلوك يتفق مع الشرعية الدولية، لكن أنا كمان بقلق لأنه دوت بيغطي على القضية الفلسطينية. يعني لو حضرتك لاحظتي أنه التوجه بقى على إيران، في حين أنه إحنا عندنا قضية أساسية هي القضية الفلسطينية، وأنا منتظرة من الرئيس زي ما يعني توقف وارتجل العام الماضي، أعتقد أنه في خطابه اللي هيكون في خلال دقائق أو يمكن في انتظاره أنه هيعيد للقضية الفلسطينية وضعها في هذا المحفل الدولي الذي بيحضره 193 دولة، لأنه مهم جدا أن لا يعني ينشغل العالم ينفك الانتباه عن القضية الفلسطينية بقضايا مهمة، ولكن هي القضية الأبرز للعالم. كمان مع احترامي لما بيتكلم على التحالف، هو بيتكلم على نوعين من التحالف، التحالف في مكافحة الإرهاب، وهنا احنا عندنا تحالف الدولي اللي فيه 75 دولة وبيعمل على أطر مختلفة. لكن هنا لما بيتكلم على تحالف مع الخليج ومع الأردن ومع مصر. هل دول الخليج يشملها قطر؟ احنا عندنا مقاطعة مع دول قطر طبعا. فالوضع هيكون ايه؟
يعني احنا امام رئيس غير نمطي، فعلينا ان نكون حذرين جدا ولا نفرط في التفاؤل، ودايما احنا عندنا امننا قومي ومصلحتنا وعندنا قضايانا التي في قلب السياسه الخارجيه المصريه ومنها القضيه الفلسطينيه. القضيه الفلسطينيه جاءت في كلمه العاهل الاردني الملك عبد الله، وكان فيها نقطه مهمه بانه يعني القضيه الفلسطينيه لا تشغل الشرق الاوسط فقط او هي قضيه العرب فقط، القضيه الفلسطينيه يجب ان تكون قضيه العالم، لان اي انتهاك للحقوق الإنسانية على وجه الأرض سينعكس على كل مجتمعات العالم. طبعا يعني احنا لما بتخلي شعب ييأس الى هذا الحد، نقل السفارة الأمريكية الى القدس، احنا عندنا رئيس أمريكي للأسف انه داخل على انتخابات نصفية للكونغرس ويريد حشد كل الأصوات للجمهوريين، ولديه يعني مشاغل داخلية وقلاقل داخلية تجاه رئاسته يحاول أن يغطي بها بقضايا إيران. إيران كانت موجودة ولديها ما تنتهكه وكنا نتعامل معه، ولكن قضيتنا الرئيسية هي أيضا القضية الفلسطينية. في الحقيقة الكلمة للرئيس الأمريكي فيها الكثير يعني، وهنرجع لها مرة تانية، لكن بما أننا بنتحدث عن الإرهاب وأيضا القضية الفلسطينية طبعا، هتناول مع حضرتك أيضا كلمة قطر. كلمة قطر كانت غريبة يا دكتور وملفتة للانتباه جدا، يعني قطر بتتحدث وكأنها يعني لم تفعل شيئا، وكأنها يعني لا علم لها بشيء بيحدث في العالم، وعن ضحايا وعن أعمال عنف بسبب الإرهاب وعن جوع وعن مرض. النهاردة في كلمة قطر كان في إشارة للأحداث في اليمن، وأنه يجب أن يقف العالم من أجل اليمن وأطفال اليمن، واليمن ما يحدث فيها نتيجة ميليشيا الحوثي اللي بتستمد أسلحتها وعتادها من إيران، وإيران التي تتعاون مع قطر في دعم الإرهاب. دول كانوا مسيطرين على ميناء الحديدة سيطرة كاملة حتى يكون هو المنفذ الرئيسي لمرور الأسلحة. يعني لو بعدنا عن ما هو المقصود، لو بعدنا عن المفاهيم السياسية واتكلمنا بالبلدي، عارفه مش عندنا مثل بيقول لك يقتل القتيل ويمشي بجنازته؟ هو ده ما يحدث. ايران تذهب لتبييض وجهها امام المجتمع الدولي، وللاسف هناك دول لديها مصالح مع ايران مع قطر، انا اسفه. فايران هنا حين قطر حين تذكر ذلك هي تحاول ان تظهر نفسها بوجه افضل، ولكن الحقيقه بريئة. انها ليست يعني ليست بريئه من دم هؤلاء للأسف. لا طبعا، بتجد يعني لما تستضيف الإرهابي على أرضها يعيش في مجتمعها وتوفر له حياة وتوفر له عمل، يبقى هي مش دعمت بس، ده هي يعني وفرت له كل عناصر الحياة اللي تخليه يمارس نشاطه الإرهابي. لكن للأسف هي تجد دعم من بعض القوى للأسف، لأنه في مصالح مشتركة. فبالتالي علينا نحن يعني أنا بتمنى أنه جامعة الدول العربية تفعل ويكون ليها موقف من ما يحدث، إذا كنا إحنا في بيتنا ما قدرناش يكون لينا موقف. لابد أن يتم يعني توحد الكلمة العربية وإجبار قطر على العودة إلى رشدها. قطر تتمادى لأنها تجد من يشجعها على هذا التمادي. ده بيتكلم عن الحصار الاقتصادي ما أطلق عليه الحصار ما هو زي ما ترامب بيحيد القضية الفلسطينية بالتركيز على إيران، هو بيحيد لفظ المقاطعة باستبداله بلفظ الحصار. فمع الوقت يبقى تبتدي الناس تتصور أنه قطر محاصرة وليست مقاطعة لما سببته من أضرار للمنطقة. فاصل قصير ونلتقي بعد الفاصل. الرئيس السيسي يلقي الآن كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى هناك. النشط في عمليات حفظ السلام الأممية لتصبح سابع أكبر مساهم على مستوى العالم في هذه العمليات. بهذا الإيمان الراسخ بقيم ودور الأمم المتحدة ومن منطلق المصارحة، أرى أن علينا أن نعترف
بأن ثمة خلل يعتري أداء المنظومة الدولية ويلقي الكثير من الظلال على مصداقيتها لدى كثير من الشعوب، خاصة في المنطقتين العربية والإفريقية اللتين تعيش مصر في قلبيهما. فكيف نلوم عربيا يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة وما تمثله من قيم في وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية وصراعات طائفية ومذهبية تستنزف مقدرات الشعوب العربية، أو يتساءل عن عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة للعيش بكرامة وسلام في دولة مستقلة تعبر عن هويته الوطنية وآماله وتطلعاته؟ وهل يمكن اعتبار الإفريقي مغاليا إن شكا من انعدام فعالية النظام العالمي بينما تعاني قارته من نظام اقتصادي يكرس الفقر والتفاوت ويعيد إنتاج الأزمات الاجتماعية والسياسية ولا يتيح آفاقا للتطور أو التقدم؟ السيدة الرئيس، أنقل لكم أسئلة شعوبنا من منطلق رئاسة مصر لمجموعة 77 والصين التي تضم غالبية سكان هذا الكوكب وصاحبة المصلحة الأكبر في تفعيل دور الأمم المتحدة. فالدول النامية لا تحتمل العيش في منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التي تأسست عليها الأمم المتحدة، وتكون عرضة للاستقطاب ومحاولات البعض الهيمنة على النظام الدولي وفرض توجهاتهم على أعضاء المجتمع الدولي. وسأوجز رؤية مصر في ثلاثة مبادئ يتعين تجديد الالتزام بها وثلاث قضايا يتوجب إعطاؤها الأولوية لكي تستعيد الأمم المتحدة فعاليتها ودورها. أول هذه المبادئ أنه لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة مهددة بالتفكك. إنني أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنفاذ هويته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة. إن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلا عن الهوية الوطنية هو المسؤول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر، مثل النزاعات المسلحة وتفشي الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات. ولا شك أن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية. ويعد الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية، فلا مخرج من الأزمة في سوريا والكارثة التي تعيشها اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها. ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية. والمبدأ نفسه ينطبق على سياستنا تجاه ليبيا التي تطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب. ولا يجب أن ننسى أن عاما قد مر منذ تبني مبادرة الأمم المتحدة للمعالجة الشاملة للأزمة الليبية
دون تحقيق تقدم في تنفيذها، وهو ما يستوجب منا تجديد التزامنا بالحل السياسي كما تضمنته عناصر تلك المبادرة بصورة غير منقوصة. فلا مجال لحلول جزئية في ليبيا أو سوريا أو اليمن، فالأزمات الكبرى تحتاج لمعالجات شاملة وليس لحلول جزئية إن أردنا تجاوز استنزاف البشر والموارد والبدء في مرحلة البناء. السيدة الرئيس، أما المبدأ الثاني فهو الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، فهي المبرر الأساسي لنشأة الأمم المتحدة. وعلى الرغم من جهود المنظمة الدولية في نزاعات عديدة مثل جنوب السودان وأفريقيا الوسطى ومالي، فلا شك أن تلك الجهود ما زالت قاصرة عن إيجاد التسوية النهائية للنزاعات. وهناك حاجة ماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من نزاعات على إعادة تأهيل مؤسساتها وبدء إعادة البناء والتنمية. والقضية الأساسية هي أن تتم ترجمة هذا المبدأ إلى دعم محدد للجهود الوطنية لتجاوز الصراعات وبناء الدول وفقا لأولوياتها، مع تجنب فرض نماذج مستوردة للحكم أو التنمية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها. ولا يمكن أن نتحدث عن تسوية المنازعات كمبدأ مؤسس للأمم المتحدة ومؤشرا على مصداقيتها دون أن نشير إلى القضية الفلسطينية التي تقف دليلا على عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ومرجعيات الحل العادل ومحددات التسوية النهائية معروفة ولا مجال لإضاعة الوقت في سجال بشأنها. فالمطلوب هو توفر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات وإنجاز التسوية وفقا لهذه المرجعيات. وسأكرر هنا ما ذكرته في سنوات سابقة على هذا المنبر من أن يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام، وشعوبنا تستحق أن تطوي هذه الصفحة المحزنة من تاريخها. السيدة الرئيس، أما المبدأ الثالث فهو الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بوصفها الشرط الضروري لنظام عالمي مستقر وأفضل سبيل للوقاية من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية. ومع الترحيب بالتوافق الذي توصلنا إليه جميعا في إطار الأمم المتحدة حول خطة 2030 للتنمية المستدامة، فإن تنفيذ تعهدات هذه الخطة الطموحة يقتضي معالجة مشكلة تمويل التنمية من خلال توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، ودعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية. لقد بات إصلاح هيكل المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية أمرا غير قابل للتأجيل، ونحن نتطلع للأمم المتحدة كمحفل لبلورة الأفكار الكفيلة بتحقيق هذا الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بإيجاد آليات تتيح إيقاف التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية وتسهيل استعادة تلك الموارد الحيوية لأصحابها. السيدة الرئيس، إن الالتزام الدولي بالحفاظ على الدولة الوطنية والتسوية السلمية للنزاعات وتكثيف التعاون لتحقيق التنمية الشاملة ومعالجة أوجه الخلل في النظام الاقتصادي العالمي يمثل شروطا ضرورية لأي حديث جاد عن تفعيل منظومة الأمم المتحدة واستعادة مصداقيتها. وفي هذا الإطار هناك أيضا ثلاث قضايا أساسية تمثل أولويات ضرورية لتطبيق هذه المبادئ ومن ثم تحديد مصداقية ومستقبل منظمة الأمم المتحدة والنظام الدولي برمته، وهي: أولا، تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. ويهمني هنا بشكل خاص الإشارة إلى التجربة الناجحة للشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بوصفها نموذجا يحتذى به في اقتسام الأعباء والاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف.
لمواجهة التحديات المعقدة في قارتنا التي تمثل المقصد الرئيسي للجهود الأممية في مجال حفظ وبناء السلام والمساعدات الإنسانية والتنموية. ومع اقتراب تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019 فإننا نتطلع لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة عبر برامج ذات مردود ملموس على القارة والبناء على التقدم المحرز لإحياء سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بما فيها استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي المعني بتنفيذ هذه السياسة، وكذا مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب. ثانيا، استكمال العمل لإنفاذ المبادرة التي أطلقتها مصر خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لإيجاد إطار دولي شامل لتطوير السياسات وأطر التعاون والالتزامات لمكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق فإننا نرحب بمبادرة السكرتير العام لعقد مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب في يونيو الماضي. في أعقاب انتهاء عملية المراجعة الدورية لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. إن مصر كما تعلمون أطلقت منذ مطلع العام الجاري العملية الشاملة سيناء 2018 لمكافحة الإرهاب ودحره نهائيا من خلال استراتيجية تتناول الجوانب الأمنية والإيديولوجية والتنموية. وأستطيع بناء على هذه التجربة وعلى خبرة مصر في دعم مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا أن أؤكد لكم أن حجم التمويل ونوعية التسليح والتدريب ووسائل الاتصال التي تحصل عليها الجماعات المتطرفة فضلا عن التساهل في انتقال وسفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب تشير إلى أنه لا مناص من بناء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب حيثما وجد ومواجهة كل من يدعمه بأي شكل. ثالثا، معالجة أوجه القصور في تعامل المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان. فلا مجال لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة طالما استمر الملايين يعانون من فقر مدقع أو يعيشون تحت احتلال أجنبي أو يقعون تحت ضحايا الإرهاب والصراعات المسلحة. إن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان وتجاهل التعامل المنصف مع جميع مجالات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، وقد شهدت قفزات نوعية خاصة في مجال تمكين المرأة والشباب، فباتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية وأكثر من 15% من مقاعد البرلمان. كما يتم الاعتماد على الشباب في مختلف المناصب القيادية في الدولة، وصارت المؤتمرات الدولية للشباب التي تعقد في مصر سنويا محفلا دوريا وثابتا للتواصل بين الشباب والتعريف بشواغلهم وأولوياتهم. ونحن عازمون على أن نجعل قضية التمكين الاقتصادي للمرأة إلى جانب قضايا الشباب وقضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار في طريقة أولويات رئاسة مصر لمجموعة 77 والصين كنموذج عملي لتطبيق التزامنا بمفهوم شامل للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بأوسع معانيها. سيدة الرئيس، إن لمصر كما للغالبية الساحقة من شعوب ودول العالم مصلحة أكيدة في استعادة مصداقية العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له. ونحن نؤمن بأن المنظمة قادرة على تجاوز التشكيك في جدواها ومصداقيتها من خلال استعادة المبادئ السامية التي تأسس عليها ميثاق المنظمة والعمل وفقا للأولويات التي تناولتها والتي تعكس طموحات شعوبنا. فبذلك فقط تستعيد مصر مصداقيتها، تستعيد منظمتنا مصداقيتها، وتستعيد شعوبنا ثقتها في مستقبل قائم على السلام والتعاون واحترام الآخر. أشكركم لحسن الاستماع، ووفقنا الله وإياكم لما فيه الخير لكل شعوبنا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن كلمة الرئيس السيسي كانت فيها الكثير من النقاط الهامة. القضية الفلسطينية كانت لها مساحة، وسوريا والخروج من الأزمة والمشهد السوري ووقف نزيف الدماء عن طريق الحل السياسي الذي تدعمه مصر، وأيضا مكافحة الإرهاب كانت واحدة من أهم الملفات التي تطرق لها الرئيس السيسي في كلمته، وذكر أيضا العملية الشاملة سيناء 2018، وذكر أيضا مواصلة مؤتمرات الشباب كواحدة من أهم المؤتمرات التي تعد الأبرز في وضع الشباب في الصورة على المستوى السياسي والاقتصادي داخل مصر، وتحدث عن التنمية المستدامة، وتحدث أيضا عن مطالب إفريقيا. بعد فاصل قصير قراءة فيما جاء في كلمة الرئيس السيسي مع ضيفتنا الدكتورة نهى، ابقوا معنا. قضايا عدة تطرق لها الرئيس السيسي في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73. طبعا القضية الفلسطينية كانت مطروحة، وسوريا والأحداث في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والعملية الشاملة سيناء 2018، وأيضا مكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة وبشكل كلي وليس جزئي، وتحدث عن التنمية المستدامة، وتحدث عن الدول الإفريقية والتحديات التي تواجهها، وتحدث أيضا عن الإصلاح في الأمم المتحدة، وذكر ثلاثة مبادئ لهذا الإصلاح، وتحدث عن دور مصر في الاتحاد الإفريقي. هنقرأ كل ما جاء في كلمة الرئيس السيسي مع ضيفتنا دكتور نهى. دكتور نهى، أهم ما لفت انتباهك؟ أهم ما لفت انتباهي أنه الرئيس في خطابه يأخذ الأساس، يعني لو عمل تحليل المضمون، الأساس هو إصلاح المنظمة ليصبح العالم أفضل، وحط زي ما حضرتك ذكرتي ثلاث أسس رئيسية: احترام قوام الدولة وسيادة الدولة، وحتى لا تتفكك الدولة وتصبح وينتج المخاطر التي تنتج عنها. الحاجة الثانية هو أهمية الالتزام بالحلول السلمية المستدامة، يعني مش إنه الحرب توقف نبعت قوات حفظ السلام لكن تتعاد الحروب تاني، وعشان كده هتلاقيه يركز على بناء السلام كمان. الحاجة الثالثة إنه اتكلم على المنظمات الاقتصادية، التنظيمات الاقتصادية، وإزاي إنها هتساعد في مهمة قوي تفعيلها بصورة أفضل عشان تساعد في تنمية العالم، واتكلم على ده آلياته تتم إزاي، يعني اتكلم على الشراكة الفعلية مع المنظمات الإقليمية إنها وضع أكثر على الأرض وأقرب وأسرع في السودان، وأشار إليها وأشار إلى تجارب ناجحة. ليه في تصوري هو الرئيس توجه ده؟ لأنه مصر بترأس الاتحاد الإفريقي، فهو هنا زي ما نقول بيفرش لقدام الاستراتيجية تبقى إيه. مصر بترأس مجموعة 77 زائد الصين، فهنا ده أهمية أنه يعني الرؤية بتاعت الخطبة يمكن جاءت، وعلى فكرة أول مرة يتم تناول الإصلاح بهذه الكثافة في خطبة السيد رئيس، لأنه فعلا المنظمة بتمر بضائق. إضعاف المنظمة معناه ببساطة شديدة أن كل المبادئ التي تدعو لها المنظمة منذ عام 45 بتتراجع. أعتقد أن رؤية الرئيس كانت إزاي أن المنظمة يتم تطويرها لتلحق بالنظام العالمي الجديد والمخاطر الأمنية الصلبة واللينة في النظام العالمي الجديد. شكرا لك دكتور نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، على هذه القراءة الشاملة والسريعة لما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكيد هيتم تناول كافة الملفات اللي تم التطرق لها في هذه الكلمة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل أكثر تفصيلا. شكرا جزيلا لحضرتك، وأشكر حضراتكم على المتابعة، وأترككم مع لمى جبريل وتغطية لأحداث وفعاليات مهرجان الجون السينمائي. ولما جبريل ضيوفها النهاردة الفنان الشاب أحمد حاتم والفنانة الجميلة هنا شيحة. شكرا جزيلا لحضراتكم مرة تانية، وتصبحوا على خير.